شيء غريب وما كان يتعالجون. نعم ضاع طارت ايه نفس البيرت. انا كل مره قاعده اوديهم دكاتره اطفال، الحين قررت اوديهم دكتور انف واذن وحنجره. ما ينفع دكتور اطفال مع الحاله اللي عندي، الحالتين اللي عندي خلاص غسلت ايدي. قولي يا رب يمديني اخلص المستشفى واروح الايفنت لان نواف كشخ ولبس وتعطرت وبخر. كشفت أنها أنفقت كل أموالها في الأيام الماضية على المستشفيات بسبب إصابة أبنائها بمرض مجهول. ورصدت معاناتها بسبب أبنائها ورحلة العلاج التي خاضتها معهم. قالت هبة الدري في الفيديو الذي ظهرت فيه وبدت عليها علامات الإجهاد الواضحة من التعب. فلوسي كلها راحت هذا الشهر على المستشفيات، صرفت صرف على المستشفيات شيء غريب ولا يتعالجون. كل مرة وديهم لدكاترة أطفال، لكن هذه المرة راح وديهم لدكتور أنف وأذن وحنجرة لأنه ما عاد ينفع دكتور أطفال مع حالتهم. بعد ذلك نشرت الفنانة صورة لأطفالها خلال تواجدهم داخل أحد المراكز الطبية للإطمئنان عليهم، وأملا في التخلص من الحالة المرضية التي يعانين منها. الفرق بين ابنها الأكبر بدر وابنها الأصغر 4 سنوات. ابنها الصغير مصاب بمرض ADHD ويحتاج إلى عناية خاصة دائما لأنه عصبي ويصرخ باستمرار. وآخر فيديو لها قررت أن تبتعد عن الأشخاص الذين يعطونها طاقة سلبية حتى إنهم وصفتهم بالورم الخبيث.